السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو راح نجاوب على أسئلة المتابعين بخصوص الفيديو اللي نزلته قبل 43 دقيقة مالت بخصوص هذا السادس الإعدادي. خلينا نجاوب. أريد أجل مادة أو مادتين للدور الثاني، أروح للمركز الامتحاني لو لا؟ شوفوا، التأجيل للدور الثاني بكيفك أنت. إذا ما تريد تروح لا تروح، يعني باعتبارك يعني ما تمتحن، تريد تروح بكيفك انت. تريد تروح للمدرسة رأسا، يعني هو المركز الامتحاني قصدي، تأجل او تريد ما تروح على راحتك بكيفك، ويحق لك تأجل جميع المواد. التعليق الثاني، انا اريد ادرس للرابع، شو تنصحوني؟ اصعب مادة الرابع العلمي، هي كلها هي ماكو شيء صعب، اللي يقرا ماكو شيء صعب، لا تقولون هذا صعب وهذا هذا سهل، او انت تقرا يعني تسهل عليك الماده. ونصيحه، اقروا من هسه العطله، شو انا جاي انزل كتب الرابع العلمي، وان شاء الله هم راح ندبر لنا كتب للرابع الادبي أو نشرح، لكن الرابع العلمي جاي نستمر بالشروحات مالته. فأقرأت شنو أصعب مادة؟ أقرأ الدروس كلها أو أقرأت الدروس كلها. إيش وقت امتحانات الدور الثاني للثاني المتوسط؟ ترى نزلت لكم فيديو عن متى موعد امتحان الدور الثاني. الدور الثاني للصفوف الغير المنتهية بشهر التاسع، وللصفوف المنتهية الثالث متوسط والسادس الابتدائي بشهر الثامن، يعني نص أو بدايته. خلينا نشوف اللي يريد يأجل مادة شي يكتب مثل ما هسه ذكرت بالتعليق. أنا طالع بأربعة بالكورسات يمتحن دور ثاني، طبعا أنتم الكورسات مو قلت لكم، نزلت لكم فيديوهات جبت لكم الكورسات، إذا طالع بجميع المواد يمتحن دور ثاني، فالكورس الأول يعني بحده والكورس الثاني بحد، دخول شامل إن شاء الله. شنو بعد؟ أكو أمل ينطون 10 درجات؟ إن شاء الله أكو أمل. السادس الابتدائي راسب بخمس مواد، ان شاء الله جاي نسوي مناشدات خاصة للسادس الابتدائي، والثالث متوسط وان شاء الله خير. اقروا والله كريم. امتحان الدور الثاني للثالث متوسط مثل ما ذكرت، قلت الصفوف المنتهية السادس الابتدائي والثالث متوسط بشهر الثامن، يعني نص شهر الثامن حسب توقعاتي، لان كل سنة هذه. ها هي خلصت تعليقاتكم، إن شاء الله التوفيق.